حيث غلق شارع فيصل وتفتيش المواطنين في الشارع. اللي حصل بالظبط ان خلال الوقت البسيط اللي فات تم اختراق شاشة عرض في شارع فيصل، والشاشة دي كانت بتعرض حاجات بتهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد نزول الفيديو على السوشيال ميديا بدأت ناس تنزل صور من شارع فيصل وبتقول ان الشارع مقفول والامن موجود علشان خاطر يراقب المنطقة ويشوف مين الشخص اللي عمل كده وهل من المكان ولا ايه بالظبط. لكن الاخبار دي مش مؤكدة، مش مؤكد تماما ان بالفعل الشارع اتقفل وفي امن ولا لا، لكن الاكيد ان تم اختراق شاشة العرض وظهور صور وفيديوهات بتهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.